مع التحديثات اللي حصلت للمتصفح ما بقناش عارفين ندخل على صفحة الراوتر اللي هي 192.168.1.1، عارفينها طبعا، اللي تقدر تدخل بيها على اعدادات الراوتر بتاعة جهازك. لكن لما بتيجي تكتبها على الموبايل او في المتصفح في مصفح الموبايل او في الكمبيوتر ما بتفتحش معاك، ومش عارف سبب المشكلة دي. تعال اقولك كده بحاجة بسيطة ازاي تحل المشكلة دي مع بعض. في البداية انا مدحت كوتا، ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف حلقاتنا اللي فاتت وتستنانا في الحلقات اللي جاية. زي ما انت شايف كده لما باجي اكتب 192 اللي هو 192.168.1.1 بتلاقي الصفحة بيضاء قدامك بالشكل ده ومفيهاش اي حاجة ظاهرة ومش عارف ادخل على الصفحة دي. المشكلة حلها بسيط جدا، وهي الكود الخاص بالرقم ده ما ينفعش تكتبه لوحده. اولا لازم تتأكد ان انت ما عملتش عملية بحث وانت بتكتبه، ما تبقاش داخل عملية بحث. برضو تتأكد انك كاتب الكود مش لوحده، تكتبه بالشكل ده HTTPS نقطتين فوق بعض سلاش سلاش اللي هي شرطتين مايلين، وبعد كده 192.168.1.1 وبعدها تضغط انتر. هتلاقي الصفحه الحمراء دي ظهرت قدامك واللي بتنبهك ان الصفحه دي غير امنه. طبعا ده عشان صفحه الراوتر مش ببروتوكول الامان اللي هو ال HTTPS. طبعا انت حتى لو مش متصل بالانترنت تقدر تدخل عليها وهو الموضوع امن، ما تقلقش من الرساله دي. فانت هتلاقي في اختيار تحت كده تختاره عشان تكمل العملية حتى لو هي انسيف او ان هي غير امنة، لكن انت بتقوله انا عايز اكمل الدخول للصفحة دي حتى لو هي غير امنة، لان هي في النهاية دي صفحة الراوتر ملهاش اي علاقة باي موقع انت بتدخله. وبكده صفحة الراوتر فتحت معاك سواء كان على الموبايل او الكمبيوتر. ما تنساش تشوف الحلقة اللي موجودة هنا برضو لو عايز تشوف حلقات اكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف حلقاتنا اللي فاتت وتستنانا في الحلقات اللي جاية. شوف الحلقة اللي هنا.